السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد. الأمطار تنهمر بغزارة مع بردية على المحان شمال الطائف. قبل البدء أدعوكم للاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. انهمرت مساء اليوم أمطار غزيرة مع تكون بردية كثيفة بالمحاني شمال محافظة الطائف، حيث أظهرت مقاطع فيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تعرضت الطائف لأمطار غزيرة مع بردية المحاني وسط حالة من الطقس الغير مستقر. شاهدوا معنا بعض هذه المقاطع تلخص لنا ما حصل. مساء اليوم أمطار غزيرة مع تكون بردية كثيفة بالمحاني شمال محافظة الطائف، حيث أظهرت مقاطع فيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تعرضت الطائف لأمطار غزيرة مع بردية المحاني وسط حالة من الطقس. وفي تقارير عن حالة الطقس هذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول. وفي الختام نتمنى السلام للجميع والسلام عليكم.